عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب معرفش بسأل، يعني عايز أسألك سؤال. اسأل. أنا عندي دلوقتي حساب اللي هو لعبة إلكترونية، أوعد. هل حرام بيعه أم لا؟ وليس أمور. ها؟ جهاز لعبة إلكترونية؟ لعبة إلكترونية ليس أمور، هل حرام بيعه أم لا؟ ما أنت مش ع... أنا مش فاهم، أنت تعرف القمار أو لا تعرف؟ يعني لعبة أيوه. إلكترونية وبعدين قمار، صفتها هي صفة، بيعه أم لا؟ إذا كان ليس بقمار وليس فيه موسيقى وليس فيه محرمات حلال. حلال بيعه؟ أنا قلت إذا انتفت الموانع، ليس قمار وليس فيه موسيقى ولا محرمات لا بأس.